بالنسبة لطريقة التحضير، غناخدو الكحل، غنضيفو له واحد الملعقة صغيرة من زيت الخروع، من بعد غادي نضيفو ملعقة من زيت الزيتون، ملعقة صغيرة من زيت الزيتون. سنضيف النشا وسنقوم بخلط هذه المكونات جيدا. بعد ما كنمزجوا المكونات كاملين مع بعضياتهم، فحنا كنحصلوا عفوا على خليط بهذا الشكل. كناخذوا هذا الخليط وكنعمروا به هذا العلبه الفارغه ديال الماسكارا، وكنبقاو نستعملوه الاستعمال العادي. وقت ما بغيتوا تستعملوها كيمكن لكم تستعملوها. هذه الوصفه سهله ومفيده جدا بالنسبه للرموش. كنتمنى تكون عجبتكم هذه الوصفه. شكرا على التتبع ديالكم. ما تنساوش الى عجبكم هذا الفيديو ديروا له جيم، تبارطاجيو لا فيديو، تشتركوا في القناة باش يبقى ديما يوصلكم جديد القناة. للاطلاع على المزيد من الوصفات والأفكار، يمكن لكم تزوروا الموقعين chefmariam.com، أيضا موقع شيواتي. إلى اللقاء، إلى فيديو قادم، حلقة قادمة بإذن الله.